السلام عليكم ورحمة الله خوسي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو من مزرعة الأخ جلال والأخ زهير بن واحد سيدي حجاج. هادو إخوان حوليات. أخ سفيان، غادي تهضر معنا تعطينا تقول لنا شحال عند دمنشار؟ شحال عند دمنشار أخي سفيان؟ هضر هضر. الله ينكذب عليك، ما عرفتيش. المهم ماشي كبارات، ما وصلش عند معاه، ما وصلش عام، لا ما وصلش عام، ما وصلش عام. دابا هادو دارات هربوا. انا ها دارات ولا ماشي بزاف، ماشي كلشي دارات، لا ماشي كلشي، شي حاجه قليله، ماشي كلشي دارات. الاخوان كاينه شي حاجه تما مطبوعه في لانوك؟ كاينه شي حاجه مطبوعه. شحال تقريبا، شحال من وحده مطبوعه؟ كاينه 42. 42 هذا في المجموع؟ وكلهم مطبوعات ولا مازال؟ لا ماشي كلشي. كاين اللي غادي تقدموا هذا العام؟ غادي يقدموا اخوان جمعيه ديال المربي اغنام والماعز اللي هي كتعرف بلانوك، راه غادي يقدموهم باش يطبعوهم ان شاء الله يدخلوا المسابقه. وبالنسبه للدواء اخي سفيان، قبل ما كتطلقهم في الزرع اش من دواء كتعطيهم؟ كتعطيهم الدواء ديال المرارة؟ الخل والفاكسين. اسم الخل والفاكسين والجلبه. الخل والجلبه اخوان، ها هو القطيع. راه كاينه شي وحده والده بانت لي ولا نعجه؟ لا هذيك نعجه، نعجه لي والده. ام الحوليات مازال المسابقه تاع بالنسبه لهذه اللي قلنا لانوك اخوان، راه غادي تكون في نهار. المهم بالنسبه لهنا ديال بني مسكين 23 في شهر 3 ولا مع 26، المهم ما عقاش لا دات بالضبط، ولكن المهم راه 26 ولا 23 في شهر 3 غادي تكون المسابقه ان شاء الله. وغادي نقدموا احسن وحدين غادي نمشي. كاين شي وحدين مطبوعين راه معلقين معلقين الطانقه. هذا حولي ياك انت، هو شحال كبير شويه صغير زهير؟ سميتو ني هو قدام في العمر. قدام قدام في العمر سنين حليب. الفاكسة قلت لي الفاكس بالنسبه للدواء، الفاكسة والجلب الجلبه والخل والخل. هاد الدواء هو اللي كتعطيهم صافي وكتطلقهم في الربيع. ما كاينش شي دواء اخر؟ لا ما كاينش شي دواء اخر اخوان، كيعطيهم غير هذا. هاي حولي يا اخوان، تبارك الله اللهم بارك. وقفوا شويه قربوا عنده ونوقفوا، ياك ما غاداش تهرب لينا. لا لا صافي راكم تسمعوا، ما غاداش تهرب اخوان. نقربوا ليه مزيان باش نشوفوا على عن قرب. خير تبارك الله. حوليه صرديه مليحه. دابا كاين هادو بحال هادو، واش غتخليهم نعجات ياك؟ غتخليهم ضروري يعني غتكسبو يكسبوا مع اخوان. ها هو المنظر زوين، اللهم بارك. حوليات عروسات هادو ياك. ايوا الاخوان اللي شاف الفيديو يقول اللهم بارك. وكنشكروا الاخ جلال وزهير، ونشكر تسفيان اللي استقبلنا خلانا نجيو نديروا هذا الفيديو. ان شاء الله نتمنى الفيديو يعجبكم يا اخوان. دائما معكم اسواق الماشيه بالمغرب دائما الجديد. وبالنسبه لاي واحد خاصو شي معلومه ولا شي حاجه على هذا الشيء زعما على السوردي ولا شي حاجه، يخلي لي كومونتير. انا غادي في الفيديو غادي نخلي لكم النمره تاع الاخ جلال، او اي واحد خاصو شي نصيحه ولا باغي يدير هذا المشروع تاع السردي ولا شي حاجه بحال هكا، النمره تاع الاخ جلال غادي نحطها مع الفيديو ان شاء الله. ايوا نتمنوا التوفيق للجميع. ها هي السرديه حوليه غادا تدخل تاهي المسابقه ان شاء الله. نتمنوا ان شاء الله ينجحوا ويربحوا فيها. اللهم بارك. انتم كتشوفوا سبعانات كاع ما قادات ياكلوا كاع الزرع. خير تبارك الله، اللهم بارك.
باغي نهربوا اخوان، ولكن غادي نحاول نشدو عليهم شويه مزيان بحال هكا. ايه الله يكمل عليهم بالخير يا اخوان. بالنسبه للحوليه غادي نكتفي بهذا القدر. بركه، وغادي نشوفوا ان شاء الله السلعه الاخرى. نتمنى الفيديو يعجبكم، يعجبوا الفيديو والمحتوى يدخل يتابعونا معنا، اللي ما عجبوش مرحبا بالجميع. وتحياتي للمتتبعين ديالنا في المغرب ولا خارج المغرب، تحية للجميع في المغاربة من طنجة حتى القويرة، وتحية للمتتبعين ديالنا من اسبانيا حتى الاخر بقاع العالم، في الدول العربية، في كل شيء مرحبا بالكل. وبالنسبة كاين شي وحدين كيسولوني على التصدير تاع السردين، ما عنديش معلومات في هذا الاتجاه، ما نقدر نسول ونشوف نعرف واش غادي يعطيونا شي معلومات ولا لا. المهم حولية سردية زوينة مليحة، الله يكمل عليهم بالخير. تحياتي للمتتبعين، ونكتفي بهذا القدر بالنسبة للحولية، وغادي نشوفوا سلعة أخرى إن شاء الله. بقاو معنا وفرجة ممتعة، ونتمنوا الفيديو يعجبك. حاول دوز بشوية بشوية باش نشدو عليهم، دوز ولكن ما خصهمش يمشيو عند الماعز. صافي خليهم بحالك. اي حسبك الله. السلام عليكم الاخوان، هذا فيديو خاص بي ماعز الموريسيانو الاسباني، هو باغي يتناطح معنا كاع. ياك ما كيدويش؟ لا لا الشعيا كاع الاخوان. ماعز الاخوان الموريسيانو، المهم هذيك الام راه جايه من اسبانيا، جايه من اسبانيا، والفحل هو كتولد تلف من ثلاثة حتى الربعة. هذيك الام هي الكهلة، هي اللي جايه من برا اخوان، وفرين ولادها. علاش كتحيدوا للقر؟ كنطح كنضربها اخوان، كتنطح ولادها ولا لا؟ كتنطح الحوليات، كتنطح الحوليات. المهم بالنسبة للماعز تاع الموريسيانو، راه مبقاش يدخل المغرب من 2011، مبقا كيدخل. يعني هذا الشيء اللي ولدات هذه المعزة راه كله زايد هنا، زايد هنا في المغرب. وبالنسبة ل ما عرفتش دابا واش غادي يطلقوا عاوتاني، يعني واش غيطلقوا السيرات تاع الماعز ولا لا، ولكن كما قالوا لي راه اللي عنده شي حاجه حاصله هي اللي بقات عنده. بالنسبه للحليب راه كتحلب من 3 حتى 5 ايطر، من 3 حتى 5 ايطر، وكتولد جوج مرات في العام. المهم هذيك الكحله الام كاع، هذيك راهي ورا داك الفحل، كتولد ولد، كانت والده ربعه تبارك الله تبارك الله، ربعه، وهاد العام راها والده جوج ولا والده ثلاثه، ياك ثلاثه سويا ثلاثه وليداتها مالو. اييه وليداتها مالو يا اخوان. وبالنسبه للماعز سوا اخوان، راه هو عنده الفاكسان والخل على حساب المرارة. المهم هدرا ماعز موريسيانو حلابي، تيحلب تاهو،
كما قلنا الحليب من 3 حتى 5 لتر في النهار. اللهم بارك وزيد في ذلك. المهم هذه المعلومات اللي عندي على الماعز. دابا هذا الود العام اللي فات، هذا ود العام، هذا ود العام اللي فات، ودوك الصغيورين الاخوان ولاد هذا العام. المهم ها هما ثم راه مضريفين، ما كيخافوا ما والو، عاقلين. ما كينطحوا بنادم؟ لا لا، ما تينطحوش بنادم. والمهم ها هما كما كتشوفوا قطيع صغير تاع الماعز، اللهم بارك. نتمنوا يكبروا ان شاء الله، يكبر المشروع، ونتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله. غادي يخرج ياك اخي سفيان؟ غادي يخرج. المهم اخوان نتمنوا هذا الشيء يعجبكم، اللهم بارك. بالنسبه للماعز هذا الموريسيانو تو داخل لانوك توا كيفاش تطلع؟ دابا فين هي المطبوعه هنا؟ عندك غادي يخرج هذا، هذاك هاد حتى وحده ما مطبوعه اخي سفيان؟ لا هذول مازال مازال، ولكن هذا العام ان شاء الله غاديهم باش يطبع. هذا العام اخوان غادي نديهم ان شاء الله، يقدمهم المسابقه كما قلت السابقه اللي غادي تكون في شهر 3، في الاخر ديال شهر 3. نتمنى ان شاء الله ينجحوا ويربحوا. ايوا كما تشوفوا ها هو القاطع. الام راه هي هذيك، راه هي والفحل راه هو تبارك الله. ام راه جايه من اسبانيا، وهادو راه ولادها، هي كتشي كامل ولادها. كتشي كامل ولادها اخوان. اللهم بارك، الله يكمل عليهم بالخير، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. تحياتي للجميع، تبارك الله عليكم الاخوان. خلوا لينا لايك، اللهم بارك، الله يسخر لي، الله يجيب الدراري التيسير في هذا الشيء اللي كيديروا فيه. وبالنسبه كما قلت الى خاصو شي معلومه في الماعز تاع الموريسيانو، النمره تاع الصديق ديالنا جلال ان شاء الله غادي نخلوه في فيديو، اللي عجباتو شي حاجه يتصل بي. تبارك الله عليكم يا اخوان، تحياتي ونهاركم مبروك.